يعني فيني اقول لكم شو عم بيصير بالاستوديو، ما فيني اخبركم. في عنا دبكه شغاله بالاستوديو وكل انواع الرقص، مش الرقص اللي حيصير الحقيقي بعد لحظات، انما انواع رقص ثانيه كثير شهير فيها جون، واللي هي الدبكه وال والهواره وغيرها. رح ننتقل هلا للحركات الرياضيه المضبوطه اللي بينفذها جورج يوميا معنا بعالم الصباح، رح ننتقل لعنده لحتى نشوف هالتمارين اللي بتحرك اسفل الظهر والفخاد كمان مع جورج. اليوم معدل العمر معنا بالاستوديو كتير صغير، يعني معنا ثلاث شباب تحت الستة تقريبا، لا في حدا سبعة ثمانية سبعة وخمسة، مهضومين كتير شرب الوجاد، رح يعرفنا عليهم أكتر جون اليوم بجيل توب. هلا غيدا بعرف انه انا الخمسة، بس هن خمسة بسبعة، هن لا غلبطة. انت 8 انت 8 وهن 7 و5. عندنا اليوم ضيفين مميزين صغار عندهم موهبه كثير حلوه، رح نتعرف عليهم هلا. كيفك شرب السام؟ منيح مالك يا جون؟ انا علمتهم يا بس. خبرني شرب، شو الموهبه تبعك؟ شو الموهبه؟ شو التالنت؟ انت شو بتحب تعمل؟ بريك دانس. احكي على الميكرو. بريك دانس. ومن قد ايه صار لك عم تعمل بريك دانس؟ 1 year. على الميكرو. 1 year. وقد ايه عمرك؟ 7 سنين. واي صف؟ Grade 2A. اوكي. جاد؟ كيفك يا جاد؟ منيح مالك جون. وخبرنا اكثر جاد، شو عندك موهبة انت؟ عندك بريك دانس، بتحب انت تعمل بريك دانس، صح جاد؟ وشو اطيب اكلة عندك؟ بيتزا. اوكي، مين رح يرقص اول شيء بيناتكم؟ انا. شربل رح ترقص على اي غنيه؟ اول وحده. يلا خلينا نشوفك عم ترقص. بدك تروس هلا؟ يلا فرجينا. عندي سؤال، مين بيعلمنا بيناتكم نعمل بريك دانس؟ يلا امنا. يلا فرجيني. يلا شوف هلا فيها نوت الموسيقى بليز. بإجريي شو لازم اعمل؟ هيك؟ لا. كيف؟ لا. كيف؟ هيك؟ هيك؟
هلا صعبة هي البريك دانس أما لا؟ جات تعرس معنا. صعبة البريك دانس؟ ليه صعبة؟ ليه صعبة البريك دانس؟ لأنه بدها حركة كتير وبدها تكون تقدر تعمل حركات؟ ايه شرب القلي؟ لأنه البريكينج هن الحركات إنه الصعبين إذا بتعملون بلا ما تتمرنوا الستاتشينج والبوش أب وهيك دغري بتكسر. يعني أنا ما في أعملون؟ إذا بتعمل ستاتشينج. أوكي، ومين علمك أنت بريك دانس؟ كوتش مارون. عندك كوتش بيعلمك بريك دانس؟ مرة بالجمعة بتروح، مرتين بالجمعة تمرن معه؟ مرتين. جاد أنت كمان بيمرنك الكوتش؟ مرتين بالجمعة؟ ايه. طيب يلا ما حدا رح يعلمنا عن بريك دانس؟ غيدا ما بدك تعملي بريك دانس معنا؟ فيك تعلمني كيف وقف على ايدي؟ يلا كيف؟ خلص خلصت. بدي اعمل بريك دانس بس فينا نعمل غيدا تعمل بالفستان والكعب. طب علموني شيء ما يوقع كل الغرادة بالفستان والكعب. شربل كيف قلي اياها؟ اياها هيك هيك هيك. هيدي بعرف اعمل هيك. لحظة هيك 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 هيك. وبعدين كيف نعمله؟ بعدين هيك. بعدين هيك 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 هيك. ما في ديما بدي اسحبها هالسحبه بس خلص رح نكمل. كل انواع الرقص بيرقص عليهم دبكه ووارا يعني. انت بتغاري مني كده؟ مش بتغاري مني انت بس لانه انا عندي الموز. طب ما بيقدر غير موف عنها. شو لازم اعمل؟ هدي اعملها لحالك انا بتفرج. عقدتها كثير هلا بشنج انا. ايه وين فوتها لهون؟ لا ايه هيك هيك ايه قرب هيك لهون. اوكي اوكي رجع رجع هاي ايه في عندنا شي حكيم بالاستوديو بس ما بتتعبوا وقت تعملون يعني كانه هيدا كانه سبار يعني ما بتتعبوا؟ مشان نعلي الصوت. مشان نعلي الصوت. بدك نعلي الصوت لترقص؟ فينا نعلي الصوت. بدي اعلي الصوت. كانت بدنا نعطيه بده جاد يفجر مواهبه اليوم. لا يلا يلا جاد ما عله الصوت. هيدا مش عالي؟ هيدا مش عالي. يلا جاد هيدا بقى عم ترقص. يلا جاد ما رح تعملها. ما حدا بيعمل فرونت فليب لان بدنا ماترس نحطون بدنا ماترس لنحطون لما توقعوا على الراس ما صار شيء وصح تريك تراك. تريك تراك اصعب واحد. ايها التريك تراك يعني ما تعمل لي اياها صعب كثير. كيف يعني؟ وجاد انت ايها اصعب وحده عندك؟ تريك تراك كمان فرونت فليب. فرونت فليب. شرب الحبيب على المطبخ؟ شربل تب. وشو اصعب شيء عندك بالبريك دانس انت اللي بتلاقيه لك غير انه شو الصعب عندك اكثر شيء؟ وحده اسمها سيسي. وحده اسمها سيسي. وبالمدرسه انت شو بتعملوا؟ شاطرين؟ شو هي هيدي السيسي؟ وبتحبوا المدرسه؟ ايه. بتحبوا البريك دانس او المدرسه اكثر؟ المدرسه اكثر. اوه برافو. جاد هلا مطعميك جاوب علي. جاد كمان بحب المدرسه. شاطر جاد بالمدرسه.
شاطر خلص اجينا الاوكي من اهله انه شاطر. بس انا بدي اقول شغله جان ثانيه بس لحظه، بما انه جاد عم بيقول علو الصوت علو الصوت علو الصوت، سوري بس قديش بعاملين له دبل جليزنج لل. ومين بيشجعكم من البيت، امك او بيك اكثر؟ بي. وامك ما بتشجعك؟ امي بيوجع ظهري. ومين بتقول انه بده اياك تشوف بريك دانسر بعدين؟ كوتش وبي. ومين بتحبها اكثر، انا او غيدو؟ هي غيدا، انا جون. شو هالاحراج هيدا؟ حجز مليه. طب شو قال؟ ما قال لك؟ لا ما قال. شفت؟ طب اخر سؤال، بتحبوا بعدين تصيروا بريك دانسرز انتو؟ ايه. جاد بتحب بعدين تصير بريك دانسر؟ ايه. وشو حلمك؟ شو الشغل اللي بتحب تعمله اكثر شيء؟ مات. مات؟ بتحب تشتغل بالمات اخر شيء؟ وجاد شو بدك تعمل؟ قرب له الميكرو جان. جاد شو بدك تعمل بعدين وقت تكبر؟ شو بتحب تعمل؟ ترجع استرونوت؟ ايه اوكي، هاني كثير الصبي ما معقول. يا ريت البنات بتعرف عليهم هيك. جاد عن جد انبسطنا فيكم اليوم، عندكم تالنت كثير حلو وان شاء الله تكبروه تشتغلوا عليه ونشوفكم. اكيد بشجع الاهل كمان وكل الاهل اللي عم يحضرونا يشجعوا اولادهم، يعني اذا عندهم تالنت نمولهم اياه مثل ما عندنا اولاد هلا، بركي بعدهم مبلشين من الاول بس بعتقد بيوصلوا. ثانك يو جاد، ما تفلوا ما تفلوا، بعدهم فلينا غيدا. يعطيكم العافيه، ميرسي كثير جادو شربل، واكيد جان نحن بنشوفك الاسبوع الجاي كمان، رح نتابع مع مشاهدينا واكيد رح ننتقل بعد لحظات عند الشيف عبد الله، خليكم معنا.